انا يعني جدي كان بيتعامل مع نجيب محفوظ، جدي كان بيتعامل معاه. انا اتعاملت مع الاستاذ كامل زهير، اتعاملت مع الاستاذ جمال بدوي، اتعاملت مع ناس كتير. اتعاملت لا كنت انا صغير بقى في الوقت دوت، وحتى كان في بيني وبينه حوار صغنط كده واخد بالك. كنت يعني كان دايما بيسالني في كتب الفلسفه وكده، فبيقول لي جدك ما سابليش حاجه، فقلت له لا ما سابش حاجه. فقلت له معلش اسالك اسال حضرتك، طبعا عارفين ان هو راجل مؤلف روايات وكده، ده مفهومي انا كطفل يعني، واخد بالك. حضرتك بتالف روايات وكده، ايه علاقتك بالفلسفه ولا يعني ليه دايما بتسال على كتب الفلسفه، واخد بالك؟ قام قال لي لما تكبر هتعرف، راح حط ايده على دماغي كده، لما تكبر هتعرف، وسابني ومشي. ومره تانية وديت له كتب، في كان في كازينو في بنان الاوبرس، كازينو صبيه حلمي، كان بيقعد احيانا بيقعد هناك، وديت له برده كتب كان جدي بعتني ليه بيها، ورحت وديتها له. قابلت نجيب محفوظ كان بيجي لك هنا؟ نجيب محفوظ وغير نجيب محفوظ. طب وبالنسبه للكتاب، هل مثلا قابلت نجيب محفوظ؟ لا، نجيب محفوظ كنت بقابله في قهوه علي بابا في التحرير زمان، وكنت بتشر لا كنت راح اسلم عليه فقط يعني، يكفيني فخر ان انا حاولت مره اقبل ايده شدها، بالرغم ان الراجل الاديب الشهير دلوقتي اللي هو عامل الكيميائي وكلام من ده اسمه باولو كله، لما قابله بعد جائزه نوبل فاجئه انه قبل يده، قال له بقبل يدك اللي كتبت الكلام الحلو ده ومتاه، وده عاده موجوده في موجوده في العالم التركي وموجوده في العالم. فكرت انت جيت تقبل ايده فهو انا افتكر له ايه تاني لما كنت بتقعد تشوفه في القهوه.